بيقول حرص هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على الاجتماع باللاعبين عقب انتهاء الميران خلال معسكر الفراعنه في ايطاليا واعلان القائمه النهائيه التي ستشارك في المونديال، وطالب المستبعدين السته بالتعلم من التجربه الحاليه والاعداد للتواجد مع المنتخب في كاس العالم المقبل في 2022. وقال كوبر في كلماته للاعبين انه يعلم شعورهم بالابتعاد عن المشاركه في البطوله التي يحلم بها الجميع، ولكنه مطالب بقائمه معينه، مطالبا اياهم بمسامحته والتماس العذر له، متمنيا لهم التوفيق في نهايه الاجتماع خلال الفتره المقبله. واستبعد كوبر كل من محمد عواد وكريم حافظ واحمد جمعه واحمد حسن كوكا وعمرو طارق ومحمود عبد العزيز. ان شاء الله رب كل التوفيق ليهم. و انا محمد عواد بصراحه كان يعني واعد صحيح، فيعني ان شاء الله رب كده نشوفهم في 2022 بيلعبوا، وان شاء الله يكونوا ان شاء الله ونعدي باذن الله. بس في 2018 التشكيله كمان تبقى ان شاء الله كده يعني تستحق وتلعب باسم يليق بمصر ان شاء الله.